السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا لا فيديو ان شاء الله غادي نشتغلوا على لي فيغور دو ستيل اللي كاينين في الروايه ديالنا. الي تيت اون فوا ان فيو كوب لوغو ديال الكاتب المغربي محمد خير الدين. ديجا حطيت لكم البارتي نيميرو 1، خديت جمل من الفصول الاولى وخدمنا عليهم. في هذا لا فيديو ان شاء الله غادي نشتغلوا على جمل مختلفه وتا هما مخودين من هاد الروايه ومن الفصول الاولى، يعني غادي نتدرج كل مره كنجمع لكم جوج اولى تخوا شابيتر كناخذ منهم هاد الاساليب المجازي، وكندير لكم فيديو خاص باش ما نكثرش عليكم، في نفس الوقت تبقاو غاديين معايا مزيان. كنتمنى انكم تخليوا لي دعوه الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء والامهات ديال المسلمين، ونبداو على بركه الله. السؤال كيف العاده، ايدونتيفي لي فيغور دو ستيل دون لي زينونسي سوفون، حدد الاساليب المجازيه او الاسلوب المجازي اللي كاين في كل جمله. اول جمله: La pièce était fraîche bien qu'il fît d'or une température d'enfer. La pièce كنعنيو بها الغرفة، البيت. هذاك البيت أو الغرفة يعني كانت باردة بالمقارنة مع داك الحر الجهنمي اللي كاين برا، يعني برا كاين واحد الحرارة اللي هي واعرة بزاف، ولكن الغرفة اللي كان جالس فيها بوشعيب والزوجة ديالو كانت دافية. كنلاحظوا هنا أن عندنا مبالغة، حيت قال لك كاينة واحد كاين واحد الحر اللي هو جهنمي، يعني هنا عندنا ليبيربول المبالغه. ليبيربول كتكتب بإيكغيك ماشي بإي، راه كنشوف بزاف باقين كيغلطوا في الكتابه ديال الاساليب المجازيه. ضبطوا المسائل ديالكم. دابا ننتقلوا لافراز نيميرو 2: Il revient toutes les nuits comme un vautour prêt à fondre sur un malheureux blessé. نبو شعيب داوي على داك الحلم ديالو اللي كيجيه كل ليله. سولاتو الزوجه ديالو قالت لي واش باقي كتحلم نفس الحلم؟ قال لها il revient toutes les nuits، باقي داك الحلم كيجيني كل ليله. comme un vautour prêt à fondre، بحال واحد النسر ولا واحد الصقر اللي كيبغي ينقض على ديك الفريسه ديالو اللي كتكون مجروحه ومسكينه. يعني هنا كنلاحظوا ان ابو شعيب قارن لينا داك لو غاف ديالو، الحلم ديالو، بداك النسر ولا الصقر اللي كيهجم على داك الفريسه ديالو. يعني هنا عندنا مقارنه وعندنا اداه ديال المقارنه اللي هي كوم. اذا لا فيغور دو ستيل ديالنا هو الكومباريزون. ننتقلوا دابا لا فراز نيميرو 3: إلي تو سول مانتونو تو سول. هنا بو شعيب كان داوي على داك حماد اللي كان شحال هادي قبل ما يدخلوا الفرنسيين، كان يعني هو السيد ديال القريه وكيخافوا منه الناس بزاف وقاتل بزاف ديال الناس، ودابا قال لك انه بقى بوحدو. لاحظوا هنا ان عندنا سول، وهنا ثاني سول كتعاود ماشي في البدايه تاع الجمله، يعني هنا كاينه في الوسط وهنا كاينه في الاخر، يعني التكرار بهاد الطريقه هادي. لا فيغور دو ستيل ديالنا هو الغي بيتيسيون. الكلمه ملي كتعاود كل مره في بلاصه كتسمى الغيبيتيسيون، مي الا كانت كتعاود في البدايه ديال كل جمله راه انا فور. لا فراز نيميرو 4: الي بلو جون كو توا. هنايا داوين على الزوجه ديال حماد نيت، قال ليها بو شعيب بلا راه هي يعني باقا صغيره عليك. هنايا كنلاحظوا ان عندنا مقارنه ديال الزوجه ديال بو شعيب مع الزوجه ديال حماد، وعندنا اداه ديال المقارنه اللي هي بلو كو. لوتي دو كومباريزون هي بلو كو، اذا لا فيغور دو ستيل هو الكومباريزون. لا فراز نيميرو 5: جي طونتي مانت فوا دو ميفادي مي او ما غوبخي. بوشعيب هنا داوي على الهروب ديالو من السجن العسكري اللي كان دوز فيه 5 سنين. هنا كيعاود للزوجه ديالو على هاد المرحله من الحياه ديالو، قال ليها حاولت عده مرات انني نهرب ولكنني كانوا كيشدوني. يعني الهروب والامساك ديالو ولا القبض عليه، جوج ديال الكلمات اللي كاينين في جمله واحده بيناتهم واحد الحاجز وعندهم معنى اللي هو متعاكس. اذا لا فيغور دو ستيل هو لونتيتيز. في نفس الوقت كنراجع معكم، لونتيتيز جوج ديال الكلمات اللي كيعنيو معنى اللي هو متعاكس وكاينين في نفس الجمله، ماي بيناتهم واحد الحاجز، داكشي علاش كنقولوا اونتيتيز. كل ما كان بيناتهم والو، الكلمه والضد ديالها حدا بعضياتهم، كيتسمى داك لا فيغور لوكسيمور. هنا عندنا حنا لونتيتيز. حاولوا انكم تضبطوا الكتابه ديال الاساليب المجازيه. ننتقلوا دابا لا فراز نيميرو 6: دي زونفو
مغري دي بانيي كوري لي زان ابري لي زوتر كران غازي اوب اوفون. اطفال اللي هما جنون كيطيروا ما كيجلسوش كيجريو هنا وكيجريو لهي كيديروا اصوات اللي هي مختلفه ما كيزقوش كيبقاو يجريو في مهب الريح. هنا عندنا لي نيميراسيون تعداد ديال داكشي اللي كيديروا هاد الدراري اللي كيطيروا. نهار كانوا داروا ديك الاضحيه وذبحوا دوك جوج عجوله في الجامع، يعني الدراري ما كانوش كيقراو هذاك النهار وكل شيء جا باش يحضر، والدراري فضلوا انهم يشوفوا دوك جوج ديال العجوله كيذبحوا على انهم يمشيوا يلعبوا في الوادي. وهنايا كيعدوا لينا في داكشي اللي كانوا كيديروا هاد الاطفال، كيجريو كيغوتوا كيصرخوا ما كيزقوش. يعني هنا غادي نكتبوا اي نيميراسيون l'énumération. La phrase numéro 7, des masses d'hommes envahissaient les villes. واحد الجماهير ديال الرجال اللي اكتسحت المدن او سافرت المدن، يعني بزاف ديال الناس اللي كانوا في القريه في ديك العهد اللي تكتبت فيه القصه كانوا الناس كيخليو القريه وكيمشيو كيسكنوا في النواحي ولا في الدور الصفيح في المدينه باش هاكا يقلبوا على فرص ديال الشغل ويحسنوا الوضعيه ديالهم الاجتماعيه. لاحظوا هنا ان قال لك دي ماسدوم، يعني واحد الجماهير ديال الرجال، يعني هنا عندنا واحد المبالغه، يعني عندنا لي بيربول. هنا غادي نكتبوا ثاني لي بيربول المبالغه. حاولوا دائما ضبطوا الكتابه ديال الاساليب المجازيه، حيت بزاف منكم كيعرفوا يحدوا الاسلوب المجازي، واللي ملي كيجيو يكتبوا كيديروا كارثه. كنتمنى ان هذا الشرح هذا يكون فادكم. ان شاء الله غادي نزيد نشتغل اكثر على هذه الروايه بالدعم ديالكم بدوك لي كومونتير الزوينين اللي كتخليوا لي. الصراحه واخا كيكون المورال عندي 0% ما راشقاش لي نسجل شي فيديو، ما يمني كنلقى الاغلبيه كيدعيوا لي مع الاب ديالي بالرحمه وكيخليوا لي دي كومونتير اللي هما زوينين، وبصح الناس باغا تستافد واخا ما كاينش عدد كثير، ما حتى الناس ديال باك ليبر بغيت نعاونهم باش كل واحد ان شاء الله يوصل داكشي اللي بغى ويدير واحد ليفور. كنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى معلومه جديده. بالنسبه للتلاميذ اللي كيسولوا على لاباج انستغرام والفيسبوك والتيك توك فين كنحط دي فيديو او كنجاوب على اسئله، خليتوها لي في لي كومونتير على شكل فيديوهات اللي هما صغار، وكنحط حتى دوك الصور المصغره اللي خاصه بالفوكابولير ولا لي دوفوار ولا الريزومي، المهم اي حاجه كتفيدكم كنكون حطها في هاد الوسائل ديال التواصل الاجتماعي. دائما دخلوا لاشين غادي تبقاو في لاكوي في الصفحه الرئيسيه، سيروا لي لوغو اللي كاينين هنا. الا مشيتو للانستغرام كليكيتو على اللوغو غادي يديكم لاباج انستغرام، ديجا كنحط فيها بزاف ديال لي فيديو اللي غادي ينفعوكم. بغيتو تيك توك غادي تكليكيو على اللوغو ديال تيك توك غادي يديكم لاباج ديالي اللي كنحط فيها حتى هي دي فيديو. كنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.